الإفريقي الأحمر من تجديد اتفاقيات احتضانه مع مستشاريه. بالأمس مدد الفريق عقده مع إحدى الشركات المحتضنة لمدة 3 سنوات أخرى في انتظار توقيع المزيد مع شركات كبرى جديدة خلال 24 ساعة المقبلة. تفاصيل أخرى في ورقة أمين شمسي. باب الاحتضان يفتح على مصراعيه أمام فريق الوداد، فبعد تمديد عقود الاحتضان مع مجموعة من المستشارين تم تجديد عقد مع شركة أخرى لمدة 3 سنوات. العقد الجديد يؤكد على حوافز إضافية وأخرى في حالة معانقة الألقاب خلال المواسم المقبلة، وسيتم عقد ندوة صحفية خلال الأيام القليلة المقبلة لإعطاء توضيحات أكثر بخصوص هذا التمديد. الفوز باللقب 18 فتح شهية المستشارين سواء القدامى أو الجدد، إذ ينتظر أن يوقع فريق الوداد عقد رعاية جديد الخميس المقبل. سياسة المكتب المسير لفريق الوداد الرامية إلى عقد شراكات مع مستشارين جدد تبقى أهم وسيلة لضخ أموال في خزينة الفريق لتسيير متطلبات النادي خلال مشاركاته سواء المحلية أو القارية.